أم تؤجل؟ لن نسبق الأحداث، سنعود لنواصل الحديث وربما نفتح نوافذ في جانب آخر. ربما كل مدرب عليه ضغط كبير، ربما كما أشار مهند الجالي بأن باكيتا عليه ضغط ويعرف بأن مثل هذه الأمور لا تتناسب مع الخطة المنتظرة للمباراة المرتقبة، وبالتالي البحث عن الخطة البديلة. أكيد بأن هذا الجديد المتمثل في حالة الطقس بعثر كل الأوراق التي تسبق المباراة المنتظرة. طبعا بعثر الأوراق للفريق الليبي وكذلك للفريق الزامبي، يعني حتى الفريق الزامبي يعني ما لاحظوا، حتى الفريق الزامبي يعتمد كثيرا على أرضية يعني ليست بالكيفية الأرضية الحالية الموجودة، ولكن هناك نسبة تصب في مصلحة المنتخب الزامبي. ولا أعتقد أن المباراة حتقام، يعني لاحظوا حتى من خلال وجود الحاكم في الوقت الحالي يعني يحاول تنطيط الكرة، لكن حاليا هو رجع مرة ثانية، ولا أعتقد أن المباراة حتقام. والمشكلة زي ما قال زاكي، يعني مشكلة أن ملعب حديث يعني بكيفية اللي موجود عليها، يعني أكيد كوليبالي في حيرة من أمره، لأنه هناك ربما معطيات وهناك حسابات وهناك برمجة. طبعا الاتحاد الإفريقي برمج توقيت معين وهناك حسابات في هذا الجانب. أكيد بأن كوليبالي لن يتخذ أي قرار بدون استشارة لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، وملامح باكيتا تعكس كل شيء، وكأنه يشير صعب أن تجرى المباراة في هذه الدقائق. المشاهد غنية عن كل تعليق، ويتحول هذا الملعب من خلال بساطه الأخضر إلى شبه برك مائية. الصور لا تحتاج لأي تعليق. هل من تعليق كابتن رشيد المهدي؟ لا أعتقد أن هناك أي فرصة لإقامة مباراة في تحت هذا الطقس. الحقيقة طقس يكون فيه خطورة كبيرة جدا على اللاعبين، فبالتالي أهمية المباريات وأهمية التحكيم وأهمية التنظيم. ننظر لحركة الحكم رفع الكرة كيف تنزل لأرضية الميدان. يعني أهم شيء في هذه حماية اللاعبين وسلامة اللاعبين، وأعتقد الحكم سيلغي هذه المباراة. ربما تقام بعد كده اللجنة المنظمة هي تقرر متى تقام خلال 24 ساعة حسب جدول. ممكن هم يعني الحكم إذن هو صاحب القرار، ولكن باستشارة المتخصصين في مجال اللعبة، وطبعا الأخصائيين في الاتحاد الإفريقي. والشيء المؤسف يمكن كابتن بادو زاكي تحدث عنه انه ملعب جديد، لابد كان يتم تصميمه وفقا للطقس اللي انت فيه، وطالما في طقس في امطار وموسم لابد أن